بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السابعة من السلسلة السادسة من عظماء من بلاد الإسلام. واليوم أتحدث عن عظيم حاله عجيبة وأمره غريب، ولئن برع إنسان في الخط مثلا وصنع اللوحات ونشرها في الدنيا لانتشر ذكره، ولئن برع إنسان في الشعر أيضا لانتشر ذكره، ولئن برع قائد في المعارك الحربية فسوف يعم العالم ذكره، ولئن برع فاتح أو سلطان فكيف برجل جمع هذا كله وهو ملك الهند السلطان العظيم أورانغزيب عالم جير. اسم غريب لشخصية غريبة، وأنا كلي أسى أن إخواني وأخواتي لا يعرفون هذه الشخصية ولا يدركون عظمتها ولم يسبروا كنهها وغورها، وهذا والله يحز في نفسي أن يغيب عن ذاكرتنا رجل عظيم جليل القدر رفيع المكانة مثل أورانغزيب عالم جير. وأورانغزيب يعني زينة الملك، فزيب يعني زينة بلغة الفرس، وعالم جير يعني مالك زمام الأرض المحيط حكمه بالأرض، فهي ألقاب وليست أسماء. وأورانغ سلسلة في سلسلة من الحكام عظيمة وجليلة، حكمنا تلك البلاد أزيد من 1000 سنة، وكانت جوهرة من جواهر الدنيا العظيمة، وكانت دولة جليلة بكل المقاييس، صدع فيها الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ونودي فيها بالوحدانية بين في بلاد تموج بديانات ولغات لا يعلمها إلا الله تعالى، وكلهم عباد أصنام ومظاهر طبيعة، وكلهم بعيدون عن التوحيد، فنشر حكام الإسلام فيها التوحيد وعملوا فيها من الآثار الإسلامية ما خلدت على جبين الدهر. وابتدأت القصة الجليلة بمحمد بن القاسم الثقفي، وهو شاب في عمر طالب في الثانوية اليوم، عهد إليه الحجاج وكان ابن أخيه، محمد بن القاسم كان ابن أخي الحجاج، عهد إليه بغزو السند، وهو لما يبلغ 18 بعد، شاب صغير، وكان مقيما في شيراز، وكان سبب غزوته تلك أن لصوص السند القراصنة البحريين اعتدوا على سفينة إسلامية فيها بنات لتجار المسلمين وفيها أرامل، فطلب الحجاج من داهر ملك السند وكانت عاصمته تسمى الديبل أن يرد أسيرات المسلمات، فاحتج داهر أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا لصوص البحر. هنا غضب الحجاج واستأذن الخليفة الأموية في دمشق وأمر محمد بن القاسم أن يسير لتوه من شيراز في 12,000 جندي، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلب 12,000 من قلة، يغلبون من شيء آخر إلا من قلة، فهم كفاية 12,000، وسيرهم بمتاعهم وعتادهم إلى الديبل. في الطريق انضم إليه مجموعة كبيرة من منبوذي الهنود، وذاك أن الهنود قد قسموا مجتمعهم إلى 4 أقسام، أولها يزعمون أنهم خلقوا من رأس الآلهة، وآخر تلك الأقسام زعموا أنهم خلقوا من قدم الآلهة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وسموهم بالمنبوذين، وأيضا أسر الحرب جعلوهم جملة هؤلاء المنبوذين، وكانوا لا يطمعون في شيء، هؤلاء المنبوذون لا يطمعون في شيء. لذلك لما جاء محمد بن القاسم وتسامع هؤلاء المنبوذون بعدل الإسلام وسماحة الإسلام و
كرم الإسلام أقبلوا مع محمد بن القاسم إلى الديبل، فعظم بذلك جنده وازدادت قوته وحاصروا الديبل وفر داهر ليقتل بعد ذلك في معركة. وأنا أوجز لكم التاريخ الطويل لأصل إلى أورانغزيب، يعني هذا كلام بين هذا التاريخ وبين أورانغ 1000 سنة، فالمسألة تحتاج إلى نوع من الإيجاز من أجل وقت الحلقة وحتى تحتملها، يحتمل العقول الإخوة والأخوات تحتمل السرد الطويل في إيجاز قليل، يعني ما يمكن. فغزا محمد بن قاسم ديبل وأخرج داهر ليقتل بعد ذلك في معركة أخرى، واتجه إلى الملتان، هو معروف عند الإخوة اليوم الباكستانيين، هذا كلها أماكن في الباكستان اليوم، واتجه إلى الملتان واستطاع بفضل الله تعالى أن يوحد السند تحت إمرة المسلمين، ودخل مجموعات من السنديين في الإسلام بسبب كرم الإسلام وتسامح الإسلام وحنكة هذا الشاب الصغير سبحان الله العظيم، الذي سرعان ما قتل في فتنة سليمان بن عبد الملك الذي جاء وكان حاقدا على الحجاج وقتل ما أدرك الحجاج، وقتل جمعا من أهل بيته ومنهم محمد بن القاسم في فتنة كانت مأساوية آنذاك. بعد هذه الحادثة تضعضع ملك المسلمين في السند الذي كان محصورا في أقصى غرب الهند بالتعبير الجغرافي، لأن الهند يا إخوة جغرافيتها من المحيط في الجنوب إلى أقصى شمال باكستان حدود أفغانستان، ومن البنغال هذه حدود طبيعية إلى إيران، هذه حدود الهند وحدود هائلة جدا وشبه قارة، تسمى شبه القارة الهندية. فكان المسلمون في أقصى الغرب، وبعد محمد بن القاسم اضطرب أمر العرب هنالك وتخاصم القيسية والنزارية كالعادة وصارت مشكلات. المهم مكث المسلمون قرابة 2 قرن ونيف هنالك في ضعف وقلاقل، حتى برز الأسد الكبير محمود الغزنوي صاحب الدولة الغزنوية في غزنة، والدولة الغزنوية التي في غزنة، غزنة تقع في جنوب كابل اليوم في أفغانستان، كان يملكها في 4 هجري رجل اسمه سبوكتوكين مولى تركي من أتراك. وعندما نقول أتراك لا يقفز ذهنكم إلى تركيا الآن الحديثة، فإن الأتراك موطنهم في أواسط آسيا، الدول التي تعرف اليوم بجمهوريات 5: تركستان الغربية وتركستان الشرقية بأيدي الصينيين اليوم سينكيانغ، وسأتحدث عنها إن شاء الله بعد ذلك إذا جاءت مناسبة، سأتحدث في حلقة الإمام شامل عندما تأتي المناسبة في سلسلة قادمة إن شاء الله تعالى. يكفي هذا. فالأتراك من هنالك، وطائفة منهم ذهبت إلى الأناضول وأسست الدولة العثمانية، عرفت بالعثمانية فيما بعد، لكن أتراك موطنهم الطبيعي هنالك. سبوكتوكين كان مولا تركي واستطاع أن يأخذ أو يحكم غزنة، وتوسع ولده محمود السلطان العظيم المشهور في التاريخ الغزنوي ليأخذ خراسان وأكثر بلاد ما وراء النهر، يعني تركستان الغربية اليوم بتعبير الحديث، واتجه إلى ممر خيبر الذي يفصل باكستان وأفغانستان، واخترق جبال الهندوكوش الصعبة واتجه إلى الهند، وغزاها 17 مرة في 27 سنة. حتى نعلم يا إخوة كيف استطاع حكام المسلمين أن ينشروا هذا الدين العظيم في أواسط آسيا وفي أدغالها الصعبة وفي إفريقيا وفي كل مكان، كيف استطاعوا أن يصنعوا هذا بفضل الله تعالى ثم بجهود جبارة وصل الإسلام يا إخوة. لذلك اليوم نحن نتراخى ونضيع جهود أسلافنا العظام ونضيع ما عملوا وما جاهدوا به بسبب ترفنا وتضييعنا. للأسف الشديد هؤلاء الحكام العظام أقاموا للإسلام ممالك رائعة وهائلة وجليلة. 17 مرة يغزو الهند في 27 سنة، من سنة 91 و300 إلى سنة 1400 للهجرة، يعني قبل 1000 سنة، واستطاع أن يملك من الهملايا إلى البنجاب ومن الدكن إلى شمال أفغانستان اليوم، الدكن هذه في وسط الهند، وأن يؤسس دولة ضخمة. لكن مشكلة الغزنويين أنهم كانوا يذهبون ويجيون يذهبون، ما استقروا في الهند،
لأن الهند ما تحملوا حرها الشديد، الهند درجات الحرارة فيها قاتلة تربو على 50، فما استطاعوا أن يتحملوا حرها، وكابل وغزنا في الجبال وجو رائع وجميل، فالجند لا يطيع القائد في البقاء في تلك البلاد الحارة، فيفتحون ويرجعون، وهذا يؤدي إلى عدم استقرار. مات الغزنوي وكان من بعده ليس في همته وجهاده، فجاء الغوريون، والغوريون كانوا أفغانا، إذن أول من جاء العرب ثم الأتراك ثم الأفغان. السلطان شهاب الدين محمد الغوري الذي استطاع فعلا أن يدخل دهلي، واسمها دهلي بالمناسبة وليس دلهي، الذي حولها دلهي هم الهنود هم البريطانيون، إنما هي دهلي، لذلك ينسب الدهلوي إليها، الدهلوي من دهلي، فهي دهلي. واستطاع السلطان شهاب الدين الغوري أن يدخل دهلي وأن يكون أول من يقيم حكما إسلاميا مستقرا في شمالي الهند، وأن يستقر هو وجنوده ويختلطوا بالناس هنالك وينشروا دين الله تعالى. كان السلطان الغوري يفتح الممالك، وكان الشيخ معين الدين الجشتي يفتح القلوب، ويتحول ملايين من المنبوذين الهنود وغيرهم إلى الإسلام في تلك الديار. وإلا اليوم هنالك 450 مليون مسلم في شبه القارة الهندية، 100 ونيف في باكستان، ومئة وخمسون تقريبا في البنغلاديش، و200 مليون مسلم في الهند، قرابة 500 مليار مسلم في تلك البلاد، كانوا إثر جهود هائلة للمسلمين هنالك. بعد السلطان محمد الغوري جاء سلطان اسمه فيروز وكان عادلا، ثم اضمحلت الدولة الغورية ليأتي حكم المماليك الأتراك. إذا نعود للأتراك مرة أخرى، المماليك الأتراك كان فيهم أمراء كبار، من أكبرهم شمس الدين التمش. شمس الدين التمش هذا كان عادلا كبير القدر، كان يدخل على العالم باختيار كعكي، باختيار الكعكي، ويدلك قدمه، هذا السلطان الهند المملوكي التركي يدلك قدم العالم، يعني اليوم يسمون المساج، يكبس قدمه يدلكها، يغمزها بالعربية أو يدلكها، ويظل يذرف الدموع عند قدمه يرجوه أن يدعو له. الله أكبر، هذا سلطان الهند يدخل على العالم ويرجوه أن يدعو له، فلا ينصرف إلا ودعا له العالم. هكذا كانت منزلة العلماء في المملكة الهندية آنذاك. ثم جاء بعد ذلك، بعد ما محل أمر المماليك، قلت لكم بإيجاز الوضع لا يتحمل التطويل، جاء الخلجيون الأفغان، الخلجيون الخلج الأفغان، وهؤلاء أعظم سلاطينهم علاء الدين الخلجي الأفغاني المشهور، الذي أقام استطاع لأول مرة في تاريخ الهند أن يعبر الدكن وأن ينزل إلى جنوب الهند ويخضع شبه القارة الهندية كلها لحكم الإسلام. لأول مرة يحدث هذا في تاريخ البلاد الهندية في عهد السلطان علاء الدين الخلجي، وسلطان شهير كبير كبير القدر. هذا السلطان الكبير طلب من أحد العلماء أن يزوره، فرفض العالم، رفض العالم أن يزوره السلطان علاء الدين الخلجي في بيته، ما هو يزور السلطان، السلطان يزوره في بيته، رفض العالم. وهذا يدلكم على منزلة كبيرة العلماء آنذاك في البلاد الهندية. بعد علاء الدين الخلجي جاء التغلق الأتراك، إذن الملك كان متنوعا أو متنازعا بين الأتراك والأفغان، الأتراك والأفغان ثم الأتراك. جاء التغلق الذين كانوا قد حكموا، وأشهر سلاطين محمد التغلق. وقلت لكم فيروز، فيروز هنا كان جاء بعد محمد التغلق، أنا أخطأت في السرد، فيروز جاء بعد محمد التغلق. وبانتهاء السلطنة التغلقية جاء عهد ملوك الطوائف في الهند، وتشتتت البلاد وذهبت شذر مذر إلى ثلث القرن العاشر. هنا ظهرت الدولة المغولية بظهور رجل اسمه بابر، ظهير الدين محمد بابر. هذا كان من أحفاد تيمورلنك، إذن هو تركي، تيمورلنك تركي من أحفاده، وأمه من نسل جنكيز خان، أمه مغولية وأبوه تركي. وكان بابر يفضل المغول لأن أتراك مماليك، أتراك مماليك، فكان يأنف أن ينسب إلى مماليك،
فينسب نفسه ودولته إلى من؟ إلى أهل أمه المغول، فكانت تسمى الدولة المغولية. وبابر هذا جاء كان يحكم في كابل، جاء استطاع أن يدخل ويقضي على السلطنة اللودهية في دهلي، وأن يدخل ويتربع على عرش دهلي سنة 33 و900 قبل 500 سنة تقريبا، إلا قليلا. استطاع أن يستولي على دهلي وأن يقيم مملكة ضخمة استمرت 3 قرون، هي مملكة المغول أو سلطنة المغول في دهلي، التي تربعت على شبه القارة الهندية كلها، من البنغال إلى البنجاب حدود إيران، ومن غزنة إلى المحيط. فدولة هائلة مترامية الأطراف جليلة القدر. وهذه الدولة أضعناها بأيدينا ملكا عزيزا كريما، بأيدينا أضعناه، والمسلمون يبكون على الأندلس. وإيش تكون الأندلس؟ أندلس ما تقع مقاطعة عشر معشار مساحة الهند الأندلس. ولئن يبكي المسلمون على قرطبة والحمراء، فقد أضاعوا قصورا هائلة في الهند لا توازى ولا تقارب تقاربها قصور الحمراء وقرطبة وغرناطة. ولئن بكوا على 4000 ماتوا شهداء في الأندلس، فقد مات في الهند ملايين المسلمين. ما هنالك شبر في بلاد الهند تقريبا إلا وفيه دماء زكية مسلمة، وصدح فيها الأذان وصدع مئات السنين في الهند. فنبكي على الأندلس وننسى الهند. لذلك المسلمون يضيعون تاريخهم، لا يعرفون تاريخهم في الهند، وتاريخ ناصع مشرق عظيم جليل جميل لابد أن يفهموه ويعرفوه. بعد بابر، وأنا أختصر لكم الأحداث، الوقت أيضا لا يسمح، جاء هميون ابن بابر. هميون لم يكن مثل بابر قويا، بل كان فيه ضعف وقلة حزم، فضاعت البلاد منه، تشتتت البلاد. وجاء سلطان كبير قدر اسمه شير شاه السوري، نسبة إلى سور بلدة هنالك، شير شاه السوري، وانتزع الملك من الدولة المغولية قليلا. مات شير شاه ومات هميون، جاء ابن هميون يسمى أكبر. السلطان أكبر وهو من أكبر سلاطين الهند وأعظمهم وأحسن الإدارة وأنشأ نظاما جيدا، إلا أنه، وهذا غريب وعجيب، كفر بالله تعالى والعياذ بالله في آخر أيامه، وأنشأ مذهبا سماه بالمذهب الإلهي. إيش المذهب الإلهي؟ أراد أن يجمع فيه جميع العقائد في الهند، وكان يأتي به تحت دين واحد سماه المذهب الإلهي، ودعا الناس إلى توحيد الله تعالى بعقائد باطلة جدا. وليت الناس استجابوا له وتركوا عبادة الأصنام، لم يستجب الناس له ولم يتركوا عبادة أصنامهم ومعبوداتهم، وفي الوقت نفسه ميع المسلمين وعقائدهم في الهند. وهذا كان في آخر أيامه، ضل وزل وكفر والعياذ بالله تعالى. وكان يأتيه النصارى فيسمع منهم، يأتيه الهندوس فيسمع منهم، يأتيه طوائف الهندوس والعباد الأصنام وعباد كذا فيسمع منهم، وهكذا إلى أن دله شيطانه على هذا المذهب الإلهي وأكره الناس عليه. هنا كان في زمانه رجل عظيم وجليل، شيخ كبير اسمه الشيخ أحمد السرهندي، وهو رجل فاروقي قرشي عمري من نسل عمر رضي الله عنه. هذا أحمد السرهندي ما استطاع أن يفعل شيء لأكبر، أكبر سلطان عظيم جدا وملك الهند كلها، ما استطاع أن يفعل له شيء، لكن استطاع أن يلهب حماس القواد الصغار والمشايخ، ويرسل رسائل بلاغية رائعة لهم ويبين لهم الحق. فأثمر هذا بعد ذلك في بطلنا العظيم أورانغزيب عالمجير كما سيأتي إن شاء الله تعالى. مات أكبر وهلك، ثم جاء بعده ابنه جهانجير. جهانجير يعني ملك الدنيا، هذا ترجمة فارسية، كلمة فارسية ترجمتها هكذا، ملك الدنيا. وجهانجير جاء بعده ابنه شاه جهان. شاه جهان أيضا ملك الدنيا أيضا، أو قائد الدنيا. شاه جهان كان له زوج تسمى ممتاز محل. ممتاز محل كانت بلغت من الحسن الغاية، وأعجب بها جدا وأحبها جدا، لكنها ماتت قبله، وحزن عليها حزنا عظيما، مما أدى به إلى أن يعتزل الناس تقريبا،
ويبدأ ملكه بالاهتزاز، لأن أعداء الهند يحيطون بها من كل جانب ويتربصون بها الدوائر، وملوك الهندوس وأمراءهم ما نسوا بعد الأحقاد القديمة والثارات القديمة، والبلد في خطر. وهذا ما زال يبكي على زوجه، وأنشأ لها أعظم معبد أو أعظم ضريح في الدنيا وأعظم بناء بني في الدنيا كلها، اسمه تاج محل، موجود اليوم في أقرى بالقرب من دهلي، موجود اليوم، وتأتيه الوفود من أمريكا ومن الصين ومن اليابان ومن كل مكان في الدنيا ليروا هذا الأثر الذي لم يبنى مثله في الدنيا، وظل يبنى 7 سنوات على يد 20,000 عامل. سبحان الله، هكذا ضاعت جهود المسلمين على ضريح بني على قبر مع فيه مخالفة الشريعة وتبذير الأموال الهائلة، لكن الرجل كان مجنونا بامرأته ويحبها للغاية، وأنشأ لها هذا المكان وسمى تاج محل اليوم، ومشهور جدا بالقرب من دهلي. في آخر أيامه كان له أولاد 4، شجاع في البنغال يحكم البنغال اليوم بنغلاديش، ومراد بخش يحكم الججرات، وأورانج زيب يحكم الدكن اللي فيها اليوم حيدر آباد وكذا مشهورة في الدكن، هضبة في وسط الهند، ودرشكوه، درشكوه ولي عهده، فعهد بالبلاد لدرشكوه، هكذا صار درشكوه هو الحاكم الفعلي. لم يرضى إخوته بذلك، وزحف كل منهم من بلده إلى دهلي. السلطان أورانغزيب، نعود إليه، نبدأ الآن بترجمته. السلطان ولد 28 بعد 1000، وتوفي 18 بعد 1100، إذن عاش 90 سنة، عاش 90 سنة. نودي به سلطانا عاما على البلاد 69 بعد 1000، إذن حكم 50 سنة كاملة، وهو من القلائل السلاطين المسلمين الذين حكموا 50 سنة. حكم وسنه 40 وتوفي سنه 90 سنة، وربي على الفروسية والبطولة وقراءة القرآن وتجويده، وعلموه الفقه وعلموه الآداب والشعر واللغة العربية والفارسية، وكان فارسا لا يشق له غبار، وبطلا شجاعا، وفي الوقت نفسه ربي على الصلاح وعلى تهذيب النفس. من الذي رباه؟ رباه حفيد أحمد السرهندي، ذكرت لكم للتو الشيخ الذي وقف في وجه من أكبر، سلطان أكبر الذي دان بالمذهب الإلهي ودعا الناس في الهند إليه. جاء ابنه ثم حفيده سيف الدين ابن محمد معصوم ابن أحمد السرهندي، هو الذي ربى أورانغزيب، رباه على الإسلام وعلى السنة وعلى حب الإسلام وحب السنة وحب القرآن وحب الحديث النبوي وحب الصالحين والفروسية والبطولة، هكذا ربي. ولم يكن هو وليا للعهد، بل كان أميرا من أمراء والده، لكن الله تعالى ألهم المربين حتى يربوا هذه التربية الرائعة، وكان فارسا جليلا. ووالده شاه جهان في مكان يجلس مطل على حلبة أفيال، وكانت هند تشتهر بالأفيال ويدفعونها في المعارك، أفيال ضخمة هائلة يدفعون بها في المعارك، فوالده يشاهد مصارعة الأفيال وأمراؤه يعني أبناؤه على أفراس مختلطون بعامة الهنود ويشاهدون الأفيال. فجأة ثار فيل من الأفيال، اتجه إلى أورانغ هذا الفيل وأخذ الفرس عصره ورماه، الفيل قوي بخرطومه لفه حول الفرس ورمى الفرس، سقط أورانغ وعمره 14 عاما، سقط عن الفرس، أخذ سيفه ليقاتل الفيل، شاب عمره 14 عاما، اليوم شاب في الثانوية تقول افتح الباب يقول لك أنا خايف، هذا يعني هذه التربية إن الله إن إليه راجعون. بينما هذا نزل عن سقط عن فرسه وأخذ السيف ليقاتل الفيل ولا يستطيع طبعا، فقام بسرعة الخدم ليوقدوا النار يبعدوا الفيل ويطعنوه بالحراب حتى ابتعد عن أورانغ. فهذا يدلك على شجاعة وثبات عظيمين. ولما رأى أبوه فيه ذلك ولاه الدكن، بقي 8 سنوات حاكما للدكن، فاطلع على أحوال الأمراء الهندوس وبلادهم وما يفعلونه بالناس، وطلع على أحوال الناس، لأن ما زالت الأغلبية الغالبة في الهند هي هندوسية وإن كان الحكم مسلما، ما زالوا على الأغلبية إلى اليوم طبعا، لكن يكفينا فخرا أن 450 مليونا نجوا من الهندوسية اليوم هم مسلمون على أيدي هؤلاء الأبطال بعد فضل الله تعالى.
هنا أيها الأحباب لم يرضى أورانغزيب بدرشكوه. لماذا؟ لأن درشكوه هو ولي العهد، أراد أن يحيي مذهب أبي جده أكبر. فإن درشكوه طبعا هو ابن شاه جهان، ابن جهانكير ابن أكبر، فأكبر أبو جده، أراد أن يحيي المذهب الإلهي، كان ضالا زاغيا في عقيدته، ما رضي أورانغزيب، وهو الذي ربي على السنة وعلى الإسلام وعلى الحديث وعلى حب ذلك كله، ما رضي. انتقل من الدكن إلى دهلي بحجة أن يريد أن يرى أخته التي مرضت، لأن ما كان أحد يجرؤ أمير من الأمراء أن يغادر منطقته بدون إذن والده السلطان، ما يجرؤون، والعقوبة شديدة جدا لو فعلوا. لكنه احتال هذه الحيلة ليذهب إلى دهلي واطلع على الأوضاع من قرب. أخوه شجاع ومراد بخش أيضا اتجها، كل من البنغال والكجرات اتجها إلى دهلي. حدثت أحوال كثيرة، استطاع بعد أورانغزيب أن يقضي على فتنة درشكوه وأن يحبسه وأن يتخلص من أخويه الذي فر واحد منهما وقتل الآخر، واستتب له الأمر في دهلي. أبوه منعزل في قصره لا يملك أمره شيئا، يبكي على ممتاز محل، والقضية صعبة، اضطر لأن يقيم أباه في إقامة جبرية لمدة 8 سنوات في قصر حتى مات أبوه مخدوما بالجواري والخدم، وكانت أخته تقوم على عناية بوالده إلى أن مات رحمه الله تعالى شاه جهان. وجعل له مرآة، اليوم السياح ينظرون إليها، مضطجع على سريره مرآة من أعجب ما صنع في الدنيا، هذه المرآة وهو مضطجع على سريره يرى منها تاج محل في أقرى، يعني شيء عجيب، من دهلي يرى تاج محل في أقرى من مرآة ضخمة هائلة صنعت بطريقة محددة معينة صنعها المهندسون لأبيه، وهذه كانت حياته، ينظر في المرآة ويضطجع على السرير إلى أن مات شاه جهان. هنا تولى السلطنة 69 بعد 1000، هذا السلطان العجيب الذي تولى والدولة مضطربة أشد الاضطراب بسبب الحروب مع إخوانه وما جرى من تفتيت الملك، فكان عليه بعد ذلك أن يثبت أركان السلطنة، فظل 20 عاما ليوطد دعائم الملك والسلطنة ويحميها من أعدائها الخارجين. ثم في قلب الهند جاهد 27 عاما بعد ذلك أخرى، يجاهد الهنود الهندوس ويجاهد الرافضة الشيعة ويجاهد كل أولئك الذين كانوا يطمعون في ملك الهند ويريدون أن يستغلوا الوضع، لكن أورانغ كان له صفات تمنعهم من تحقيق غرضهم، في أولاها الحزم الشديد في إدارة البلاد والمراقبة لما يجري، فكان يقوم على كل الشؤون بنفسه، ما يسمح لأحد أن يتدخل في شؤونه، بما ورث من خبرة طويلة في حكم الدكن وبما علم من العلم الشرعي، استطاع أن يمزج بينهما على وجه جليل ويحكم الهند لمدة قريبا من 50 سنة حكما عظيما، غير 8 سنوات التي حكم فيها الدكن، وقد حكم قرابة 60 سنة تقريبا رحمه الله تعالى. استطاع بفضل الله تعالى أن يتنبه للمؤامرات وأن يكون حازما، حتى أنه اضطر لسجن ولدين من أولادي، واحد منهم مدى الحياة والثاني 8 سنوات عقابا له لأنه اتصل بأعدائه دون أن يأخذ إذن والده، وكانت دائما في كثير من أحيان أولاد السلاطين يثورون على والدهم ويتصلون بأعداء الدولة للأسف الشديد، فكان عقابه حازما لكي يقطع هذه العادة السيئة، فكان حازما مع أولادي وبناته كل الحزم، أن الدولة لا تقوم إلا بالحزم مع العدل، الدولة لا تقوم، أي دولة لا تقوم إلا بحزم وعدل، فإن اختل العدل لا تقوم الدولة وسرعان ما تنهار، وإن اختل الحزم سرعان ما تنهار الدولة، لابد من جمع الأمرين حزم وعدل. لذلك أيها الكرام ابتدأ وساعدته صفاته الذاتية الجليلة في الحقيقة، هذا الرجل حفظ القرآن بعد أن تولى السلطنة، هذا اسمعوا أيها الإخوان، يا ما تقولون حفظ القرآن صعب في الكبر وصعب عند المشاغل،
وصعب علينا والمشكلات والمشاغل والدعوة والعمل والوظيفة والبيت. هذا حفظ القرآن بعد 40 وبعد أن تولى السلطنة، وأرخ له أديب من الأدباء تاريخا جليلا جدا. إيش أرخ له؟ متى بدأ الحفظ ومتى انتهى من الحفظ؟ أرخ له في بقوله ابتداء الحفظ سنقرئك فلا تنسى، وانتهاء الحفظ لوح محفوظ. لمن حضر معي درس التفسير في أوائل البقرة تحدثت عن الحروف الأبجدية وعلاقتها بالأرقام، كنتم تذكرون هذا، أبجد هوز إلى آخره. فكان العلماء يضعون لأبجد هوز أرقاما، فالألف بواحد والباء باثنين والجيم بثلاثة والدال بأربعة إلى آخر الأبجدية. فإذا أرادوا أن يؤرخوا حدثا مهما فيؤرخونه، ما يستطيعون يقولون سنة كذا وسنة كذا في الأشعار وفي الآداب، فيؤرخونه بأبجدية هذه. فمثلا أحد سلاطين بني عثمان قتل شهيدا، أرخوا لوفاته فجمعوا أرقام سنة وفاته متى كانت، فحاولوا أن يأتوا بحروف يجمعونها في لتأتي بجملة لطيفة تؤرخ وفاته. كيف أرخوا؟ قالوا إن عثمان شهيد. يعني لو جمعت الهمزة والنون والعين والثاء والميم والألف والنون والشين إلى آخره تخرج في سنة استشهاد عثمان السلطان العثماني. هذه طريقة لطيفة جدا استخدمها الأدباء. هنا أرخوا له ابتداء الحفظ سنقرئك فلا تنسى، وهذه يعني تاريخ جليل أن وافق سنة الحفظ ابتداء سنة الحفظ وافقتها يعني حروفها حروف هذه الآية، وانتهاء الحفظ لوح محفوظ سنة انتهاء الحفظ. فحفظ القرآن بعد أن اعتلى سرير السلطنة وألف في حياته كتبا. هذه سر العظمة في السلطان، ليس فقط الإدارة والحزم لمملكة هائلة جدا شبه قارة عظيمة كبيرة تمتد كما قلت لكم من بنغلاديش اليوم إلى حدود إيران ومن أقصى شمال أفغانستان إلى المحيط الهندي، ليس هذا فقط، بل استطاع أن يؤلف الكتب ويحفظ القرآن ويؤلف الآداب والأشعار وأن يؤلف كتابا سآتي على ذكر الآن من أعجب الكتب التي في الدنيا ألفت وإلى اليوم باقي أثرها في الدنيا كلها. هذا السلطان استطاع بفضل الله تبارك وتعالى أن يفعل التالي: أولا ألف 40 من الأحاديث جمعها كغرار 40 النووية قبل السلطنة، وألف 40 أخرى بعد السلطنة، وعلق عليها تعاليق نفيسة جدا باللغة الفارسية، وكانت اللغة الفارسية لغة الآداب والعلوم في الهند، لأن اللغة السنسكريتية الهندية لا تفي بحاجة الآداب والعلوم، فكان لابد من تعلم اللغة الفارسية لكل أديب وسلطان وكبير في الهند، لأن يعبرون بها التعبير الجيد، اللغة الفارسية لغة غنية. فألف 40 حديثية قبل السلطنة وألف أخرى بعد السلطنة وعلق عليها تعليق نفيسا، وكان موهوبا جدا في الخط، حسن الخط إلى الغاية، وكان حسن الخط جدا، فكان يكتب المصاحف ليعيش على ثمنها. يا إخوة انظروا الزهد، ليس الزهد أن تكون فقيرا معدما في زاوية قابع لا تدري عن شيء، إنما الزهد أن تملك شطر الدنيا آنذاك، شطرها الجميل الرائع، وتكون الدنيا في يدك لا في قلبك. فهذا السلطان كانت الدنيا تحت يده، وسلطان من سلاطين عالم العظام، وهو أعظم من سلطان أي سلطان عثماني في زمانه، أي سلطان إسلامي في زمانه كان أعظم منه السلطان أورنغزيب. مع ذلك كان يكتب المصاحف بخط يده ويبيعها ليعيش بثمنها. صور هذا الزهد كيف. لما جاء ليموت أوصى بكفن يسير كان قد أعده بخمس روبيات فقط هندية. الكفن من أين جاء بثمنه؟ من طواقي كان يغزلها ويبيعها سرا ويجمع ثمنها حتى اجتمعت له خمس روبيات اشترى بها الكفن. أوصى بماله كله وكان 300 روبية فقط، أوصى به بماله كله للفقراء والمساكين. هذه يعني قضية عجيبة أن يكون سلطان مثل هذا، سلطان الدنيا زاهدا على هذا الوجه. المهم كان يكتب، كتب مصحفين جليلين جميلين جدا، وحلاهما جلدهما بالذهب، وأرسل واحدا إلى مكة المكرمة والآخر إلى المدينة النبوية المنورة الشريفة المطهرة. وكان التجليد فقط بلغ ثمنه 7000 روبية، وعنايته بالمصحفين الذين أرسلهما إلى الحرمين.
وكان يتمنى الحج. قبل السلطنة رفض أبوه أن يسمح له بالحج وقال أنا بحاجة إليك ما تحج. بعد السلطنة أين يترك الهند ويذهب يحج؟ والقلاقل والفتن والمحن، وكان الحج بعيد المنال 3 أشهر حتى تصل إلى جدة في البحر، والمشكلات الكبيرة في طريق الحج والسفن البرتغالية تجوب المحيط، أين يذهب؟ كيف يحج مثل هذا؟ أمر صعب جدا. وكان يتمنى الحج ما قدر له، يعني استعاض عن ذلك بتيسير سبيل الحج وبإرسال الهدايا الجليلة لفقراء الحرمين وعلماء الحرمين وإرسال الحجاج على نفقته رحمه الله تعالى. فمن كان موهوبا جدا في الخط وكان أديبا شاعرا، إلا أنه بعد السلطنة توقف عن الشعر ورفض أن يأتيه الشعراء أو أن يجزيهم شيئا أو يصلهم بشيء عن شعرهم، لأن المجد وصروح المجد لا تبنى بالشعر والأدب، إنما تبنى بالجهد والتعب والجهاد في سبيل الله تعالى. وكان موسيقيا عازفا موهوبا، قبل أن كانوا يربون السلاطين على الموسيقى والعزف، يعني هذه كانت إحدى السيئات الموجودة المشهورة يعني في السلطنات كلها وليس فقط في السلطنة المغولية. لما ولي الحكم قال المعازف والمزامير، هو يقول المعازف والمزامير، كان فقيها حنفيا، المعازف والمزامير حرام بالإجماع. اسمعوا يا من تقولون بحل المعازف، هذا سلطان يقول هي حرام بالإجماع فلا أقربها أبدا، وأما الغناء بدون معازف لا تتوق نفسي إليه، إذن أترك الغناء وأترك المعازف كلها. وطرد أول ما ولي الحكم، طرد المطربين والمطربات والراقصات من بلاطه وأجلاهم جميعا. ومن الطرائف أنه كان ذاهبا إلى مسجده وكان يداوم على صلاة الجماعة في أول وقتها، يداوم مداومة جليلة عجيبة، والجمعة حتى إذا كان خارج دهلي يرجع ليصلي الجمعة في يوم الخميس ليصلي الجمعة ثم يذهب بعد ذلك حيث شاء، ما يفرط في الجمعة أبدا. المهم كان ذاهب إلى المسجد فرأى الموسيقيين يحملون نعوشا ويولولون، سأل ما هذا، كان على فيله، فقالوا هؤلاء الموسيقيون يذهبون ليدفنوا الموسيقى، فأوصاهم بحسن دفنها حتى لا تحيا مرة أخرى، قال يعني ادفنوها جيدا حتى لا تعود فتحيا. وكان عجيبا في تنظيم أوقاته. قبل ذلك نكمل قصة التأليف. ألف الفتاوى العالمجيرية، مشهورة الفتاوى العالمجيرية، هي الفتاوى الهندية، عرف طلبة العلم، الفتاوى الهندية على هيئة القوانين، فقد حذف الأدلة في 6 مجلدات ضخمة جدا، ولو حققت لصارت اليوم في 50 مجلدا ضخما. حذف الأدلة منها وأبقى المسائل فقط وجعلها قانونا يرجع إليه قضاة البلاد، وكان حنفيا ملتزم المذهب الحنفي يقضي به ويحكم بنفسه في كل 4 بين الناس في دار العدل، ويأمر قضاته بالحكم بهذا الكتاب الذي ألفه هو ومجموعة كبيرة من علماء الهند تحت إشرافه، وانتشر في الدنيا اليوم، وأخذ به فقهاء الحنفية في الشام وفي مصر وفي الدولة الرومية العثمانية يعني، وانتشر في الدنيا كلها هذا الفتاوى العالمجيرية، الفتاوى الهندية، عرفوا طلبة العلم، وهي من أجل الفتاوى في الدنيا ومن أعظمها حسنا وترتيبا، جعلها هيئة القوانين وهي أحكام شرعية محضة. وكان قد عين قضاة في كل مدينة وقرية ليحكم بين الناس بموجب هذا الكتاب. هل اكتفى بهذا فقط؟ لا، كان يجلس للمظالم بنفسه كل 4، لا يقضي بين الناس بشيء ولا يكلم أمراءه بشيء ولا يحكم شؤون الدولة بشيء، ويجعل ذلك اليوم لدار العدلية يعني وزارة العدل كما يقال، يجلس بنفسه ويستمع لأهل المظالم واحدا واحدا برفق ويسر وتؤدى، لا يفزعهم لأنه كان سلطانا عظيما، وأبها وما يفزعهم، يسمع منهم بسهولة ويسر وتؤدى ويقضي بينهم بنفسه رحمه الله تعالى. كان عجيبا، وكان يفرق أوقاته وينظمها تنظيما جليلا، يقوم قبل الصبح يذهب إلى المسجد الجامع ليؤدي صلاة الفجر جماعة، ثم ينطلق يجلس يقرأ أوراده وأذكاره، ثم ينطلق إلى دولة خانة، دولة خانة مثل مقر الحكم مقر الدولة، ليستمع إلى أمرائه ووزرائه وأحوال الدولة، ثم يبعدهم ويأتي بأهل المظالم مع غير يوم الأربعاء، هذا كل يوم نظام كل يوم، ثم يذهب قبل الظهر يتغدى، وكانت عادة الهنود إلى وقت قريب
يأكلون وجبتين، الغداء الساعة 10 تقريبا، 10 أو شيء، والعشاء الساعة 6 تقريبا، وجبتان فقط لا يعرفون غيرهما، ويتغدى قبل الظهر ويقيل قرابة ساعة. والساعة الهندية تختلف عن ساعاتنا، فالساعة الهندية 24 دقيقة كانت 24 دقيقة الساعة الهندية، يقيل نحو الساعة ثم يقوم يستيقظ يصلي الظهر، ثم يجلس بين الناس يرعى شؤون دولته شؤون دولته إلى العصر، ثم يعود إلى المغرب، ثم إلى العشاء في نظام يومي لا يكل عنه ولا يمل إذا كان موجودا، أو إذا كان في الجهاد في مقر الذي يجاهد فيه يجلس بنظام يومي لا يتخلف، ثم بعد العشاء يدخل إلى بيته ليستيقظ قبل الفجر وهلم جرا. فأين الوقت لمثل هذا السلطان حتى يحفظ القرآن وحتى يؤلف الكتب وحتى يؤلف الأشعار الجليلة الأدبية بلغة بلاده؟ أين الوقت؟ لكن هكذا استطاع أن ينظم وقته تنظيما جليلا ليخرج بهذه الفوائد العظيمة رحمه الله تعالى. وكان عادلا إلى الغاية وزاهدا إلى الغاية ومتعبدا قارئا للقرآن، يصوم الاثنين والخميس والجمعة في كل حياته، لا يفرط فيها، الاثنين والخميس والجمعة 3 أيام كل أسبوع يصومها، ويصوم الأيام المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أيام البيض وعاشوراء وعرفة إلى آخره، يصوم الأيام المأثورة ويتهجد ويصلي ويعظم الجماعة والجمعة ويهتم بأمر العبادة جدا، ويصوم رمضان في شدة الحر الهائلة في الهند، والهند حرها عظيم جدا، وقد جربته حر لا مثيل له، يعني بلادنا على حر ليست مثل الهند، حرها شديد، ويصلي بالناس التراويح بنفسه، يصلي التراويح بنفسه بالناس يأمهم، وكان على قدر جليل من التعبد، وكان يخضع للمشايخ، مجلسه فيه المشايخ والعلماء أصحاب المذهب الحنفي، يقربهم ويستمع إلى مشورتهم وآرائهم ويعظم قدرهم، ويأمر قواده باستماع للعلماء والانقياد لحكمهم في تواضع شديد، حتى أن عندما سمع أن نائبه بالبنغال اتخذ ما يشبه العرش يجلس عليه، إذا جلس بين الناس غضب منهم وأمره بإزالة هذا العرش وأن يجلس بين الناس كجلوس عامتهم، وهذا من التواضع الذي كان له رحمه الله تعالى. وكانت له صدقات دارة عجيبة، أول ما ولي الملك أبطل كل المكوس، وتصوروا أنها كانت 80 نوعا، 80 نوعا من المكوس، يعني من الضرائب، المكوس يعني الضرائب، المكس الضريبة، تصوروا 80 نوعا، المكوس لا حصر لها، قيمتها كل سنة كم تتصورون؟ قيمتها كل سنة 30 لكا، واللك هو 100,000، 100,000 روبية لك الواحد، ف30 لكا يعني 3 ملايين روبية، مبالغ لا يمكن يتخلى عنها سلطان، لكنه رحمه الله تعالى أبقى نظام الشرع وألغى 80 نوعا من الضرائب، وأعاد الجزية على الهنادكة، ولم تكن قبل ذلك لهم جزية إلا في عهد بابر منذ عهد بعيد جدا، جد جده بل أبو جد جده، أعاد الجزية بعد ذلك على الهنود، واستطاع أن يوطد دعائم السنة هنالك أيما توطيد، ونبذ الرافضة ومنعهم من دخول بلاده تماما، وحرم الخمر والميسر في بلاده تحريما، وشدد في ذلك تشديدا بالغا على نفسه، ولم يذق الخمر أبدا، وعلى قواده وعلى أمرائه وأكابر مملكته، فكنت لا تجد الخمر في مملكته أبدا، والميسر تشدد في ذلك جدا. ومن حسناته الكبار أن وقف في وجه البرتغاليين الذين كانوا قد عندما استطاعوا أن يحطموا دولة الإسلام في الأندلس، هم والإسبان استطاعوا أن يكونوا لهم سفنا هائلة حربية ويأتوا ليضايقوا المسلمين في شبه القارة الهندية وفي غيرها، كونوا لهم جيوبا في البنغال، السلاطين الهند غضوا الطرف عن هذه الجيوب لعظم قوة البرتغاليين الحربية آنذاك البحرية، وقنعوا بمراكزهم التي كانوا فيها، لكن ابتدأوا يتمردون على نائب أورانج في البنغال، هنا أمر أورانج بتصدي لهم وبقمعهم وبعادتهم إلى مراكزهم التي كانوا فيها قبل ذلك، لكنه وهذه يعني نستطيع أن نقول خطأ،
الآن بمعاييرنا خطأ لا شك، لكنه في مقاييس ذلك الزمان قد يكون من الاستراتيجيات التي فعلها أورانج أنه سمح للبريطانيين أن ينشئوا مراكز أخرى لهم في الهند، أن البريطانيين كانوا قد أنشأوا مراكز في عهد أجداده آبائه وأجداده صغيرة، سموها بشركة الهند الشرقية التي استطاعت بعد ذلك أن تستولي على كل شبه القارة الهندية من البنغال إلى البنجاب، من حدود أفغانستان إلى المحيط. أنا أسميه اليوم خطأ، لكنه كان ربما يريد أن يحطم البرتغاليين بالبريطانيين، وسمح لهم في كالكتة بالمكث. كالكتة هذه كانت قرية صغيرة تطورت إلى أن صارت ملك أو عاصمة البريطانيين في الهند، وإلى أن ذهب نائب الملك، يسمونه نائب الملك يعني ملك بريطانيا، نائب الملك ذهب من كالكتة واستقر في دهلي بعد ذلك. أورانج كان له صفات جليلة عظيمة كثيرة، الوقت لا يسمح بسرد شيء كثير منها، لكن هذه خلاصة شخصيته، يجمع بين العبادة والزهد والصلاح والعدل والحزم وشدة العزم في الجهاد في سبيل الله تعالى. 27 سنة وهو يجاهد، وعشرون سنة قبله وهو يوطد دعائم المملكة. فالشخصية العظيمة هذه المتوازنة مع الشعر والأدب والقرآن العظيم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمسك الشديد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسك جليل وعظيم وحب عظيم للإسلام والمسلمين والصالحين، هذه الشخصية الهائلة حكمت 50 سنة، ثم قبلها كان 8 سنوات استطاعت أن توطد دعائم الإسلام في الهند، ودخل ملايين من المنبوذين وغيرهم إلى الإسلام، وعمل أعمالا جليلة رحمة الله تعالى عليه. بعد أن مات وتوفي في سنة 1118، ولد سنة 28 بعد 1000 وتوفي سنة 1118، كان قد خلف ولدا سمي ببهادر شاه. بهادر شاه حكم 5 سنوات إلا أشهرا، ومات في 70 من عمره، أن أباه عمر وولده أيضا كان عمره 70 سنة عندما توفي. بهادر شاه كان ما كان مثل أبيه، فرط في أجزاء مملكة أبيه ليأتي بعد وفاة بهادر شاه 4 أبناء له، وتحدث القلاقل والفتن بعد ذلك في الهند، وكل استقل بجزء من الهند، وضاع الملك الإسلامي العظيم الذي أقامه جدهم أورانجزيب، وأقامه جدهم الأكبر تيمور، قصدي بابر، ظهير الدين محمد بابر، الدولة المغولية في الهند، إلى أن انتهت الدولة تماما سنة 57 و800 و1000، يعني قبل 150 سنة تقريبا انتهت الدولة المغولية تماما وسقطت، واستولى عليها البريطانيون وعلى بقايا حكمها. في الحقيقة من أسباب سقوط الدولة ضعف الأمراء أو السلاطين الذين جاءوا بعد أورانج، ما كان هناك سلطان قوي، أعظم السلاطين على الإطلاق هو، وبعده ما جاء سلطان قوي حتى لا يرقى إلى نصفه في القوة والحزم وحسن الإدارة. اشتداد وطأة الهنادكة وأمرائهم في البلاد وعيثهم فيها بالفساد، اشتداد شوكة البريطانيين في البلد وابتداء انتشارهم بحنكة وسياسة هائلة ضخمة، استطاعوا أن يكسروا شوكة الفرنسيين الذين كانوا قبلهم والبرتغاليين الذين كانوا قبل الفرنسيين والبريطانيين، وأن يستولوا على عموم الهند، وضعف السلاطين وانتشار وضعف المسلمين أنفسهم واحتكاكهم بالهنادكة وضعف العقيدة، كل ذلك أدى إلى تحطم هذه الدولة المغولية الرائعة التي حكمت كل الهند، كل شبه القارة الهندية 3 قرون من الزمان، وكانت درة جليلة وغرة في جبين الدهر. واستطاع أورانج في 60 سنة أن يوطد دعائم الملك وأن ينشر الإسلام ويكون له الآثار العظام. فهل يليق بعد هذا أن تخفى علينا سيرة هذا البطل؟ بل لابد أن نعود فنقرأها قراءة رائعة متأنية. اقرأوها في أسلوب أدبي لا مثيل له للأستاذ الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى في كتاب رجال من التاريخ، كتاب رائع، وقرأوها في كتاب الأستاذ الكبير عبد الحي الندوي والد أستاذنا الكبير أبي الحسن الندوي، الإعلام بما في تاريخ الهندي من الأعلام، اقرأوا سيرته، وقرأوها في تاريخ المسلمين
في شبه القارة الهندية للأستاذ أحمد محمود الساداتي في جزئين، اقرأوا سيرة الملوك الهنود وهي من أعطر السير وأجملها في الدولة المغولية والدولة التركية والدولة الأفغانية والدولة العربية، اقرأوا مآثر أسلافكم وأجدادكم العظام، واقرأوا ما خلفوه في الهند من آثار جليلة لتعرفوا عظم ذلك التاريخ الإسلامي وأهمية أن نعود فنقرأ لنتعظ ونتدبر ونتفهم ونقيم حضارتنا المقبلة إن شاء الله وسيادتنا المقبلة ودولتنا المقبلة، نقيمها بعقول واعية ذات تجربة وخبرة، وليعود لنا المجد والسيادة والعزة والتمكين إن شاء الله تعالى من جديد. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في شخصية جليلة عظيمة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.